طيب خلينا نروح مباشرة نبارك لأحد النجوم الكبار. الحقيقة اللي زي ما قلت لحضراتكم النهاردة كان قرار مهم جدا جدا في وجوده كمديرا فنيا لقطاع الناشئين في النادي الأهلي، نجم الكبير كابتن بدر رجبو من الإمارات مباشرة، وفي أول مداخلة حابين إن احنا نبارك له على الهواء مباشرة. كابتن بدر ألف ألف مبروك. كابتن اسلام يا حبيبي، كل سنه وانت طيب، وتحياتي ليك تحياتي وسعيد لحضرتك. بتواجدي معاك. بالعكس يا كابتن، احنا الله سعداء يبارك فيك جدا حبيبي. بوجودك معانا، وان شاء الله تبقى معانا بقى الفتره اللي جايه. وكالعاده الحقيقه كابتن بدر رجب، يعني احنا ياما استقبلناك هنا، ولكن دلوقتي احنا او جمهور الاهلي بيستقبل كابتن بدر رجب في منصب جديد يا كابتن بدر. تسلم يا حبيبي، بس حابب اول حاجه اشكر مجلس اداره النادي الاهلي اتفضل. وكابتن محمود الخطيب طبعا، وبشكر طبعا جماهير النادي الاهلي المسانده طول عمرها للعيبه النادي الاهلي، وانا واحد من ابناء النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب يا رب اكون قد المسؤوليه اللي حملهاني مجلس الاداره او جماهير النادي الاهلي، نعم، وان شاء الله اكون قدها بامر الله واعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي. انت عارف انا امتلك خبره كبيره جدا في القطاع الناشئين، حقيقي وليا تجارب قبل كده مع النادي في النادي الاهلي قبل كده، وليا تجارب في دوله الامارات الشقيقه في نادي الجزيره الاماراتي. لا، وقول لنا ان شاء الله الاسماء ان برضو شاء يا الله كابتن، الاسماء، لان الاسماء كثيره جدا اللي خرجت من تحت ايد كابتن بدر رجب. يعني انا عندي في مصر كتير قوي 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 لعيبه كتير ايوه جدا، حوالي 52 لعيب، ايوه مش عايز ولادي يزعلوا مني، لكن هقول لك بعض اللي الاسماء تتذكره يعني اللي يا كانت كابتن. موجوده في قطاع الناشئين: تريزيجيه، رمضان صبحي، احمد حسن كوكا، احمد حسن مكي، عمرو الفلواني، احمد سمير، رامي ربيعه، هشام محمد، عفروتو، شكري، احمد شكري، شهاب، اكيد حاسه ناس كثيره كابتن اسلام، لكن كلها أسماء كبيرة ولها خليني دور مهم خليني طبعا. خلي عمرو الحلواني، أيوة. خليني في الشناوي، كل دول اسماء كان ليهم دور معايا كبير جدا في النادي الاهلي، وخرجوا يعني حوالي 14 لعيب لعبوا في اوروبا، وحوالي 52 لعيب منهم شبيطه ومصطفى طلعت وعبد الله فاروق، انا بفتكر وانا بتكلم معاك اهو، طبعا. وايمن اشرف، دول كلهم ولادي 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 البكر في النادي الاهلي، يعني كلهم كانوا، احمد ياسر ريان، احمد حمدي، كل دول ولاد من خريج قطاع الناشئين في النادي الاهلي. بتمنى ان انا اخد التجربه واكون قدها ان شاء الله، واكون قد المسؤوليه، مسؤوليه كبيره جدا يا كابتن اسلام، طبعا الشغل في النادي الاهلي بيتي ومطرحي، واكيد هشتغل واكيد بطلب التوفيق من ربنا، وبشكر كل اللي ساعدني ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه للنادي تبقى تضاهي قيمه النادي الاهلي، اكيد مش هتضاهي قيمه النادي الاهلي قيمه كبيره جدا عالميا وعربيا وافريقيا واسيويا، لكن انا جندي من جنود النادي الاهلي، في اي منصب انا موجود نعم، اكيد هخدم النادي الاهلي بكل ما امتلك من خبرات، وكل ما امتلك من علم، وكل ما امتلك من عين تجيب لعيبه للنادي، ان شاء الله اكيد مش هشتغل لوحدي، احنا اتعلمنا في النادي الاهلي كابتن اسلام ان احنا بنشتغل اون فاميلي، عائله، ما فيش واحد بيشتغل لوحده يعني، حقيقي فاكيد هيبقى معايا ناس هتساعدني كتير جدا، وده اللي انا متاكد منه، وبشكر كل من هناني وكل من بارك ليا، لان انا اسعد واحد في الدنيا ان انا راجع بيتي تاني، وان انا ابقى ان شاء الله ابقى موجود واقدر اعمل حاجه يعني اللي بيحلم بيها جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، ان شاء الله تكون تناسبهم الفتره القادمه ان شاء الله. منذ أن تم الإعلان عن قرار مجلس الإدارة بتولي كابتن بدر رجب الإدارة الفنية لقطاع الناشئين، الحقيقة ردود أفعال جميلة جدا من جمهور النادي الأهلي، الكل ينتظر الكثير والكثير خلال الفترة اللي جاية، خصوصا لأنه يا كابتن بدر أسعار اللاعبين اللي خارج النادي الأهلي زي ما حضرتك بتشوف كبيرة جدا جدا جدا، على الرغم من إن احنا نمتلك عدد جيد من الناشئين يستطيع أن يتواجد في الفريق الأول، أنا بتكلم بشكل عام. خليني اقول لك ان انا مش جاي، يعني اكيد في ناس كتير اشتغلت قبليه طبعا انا كنت مسافر في الامارات، واكيد انتجوا واخرجوا للنادي الاهلي لعيبه، لكن انا هكمل المسيره بتاع زمايلي اللي اشتغلوا قبليه، وحتى الراجل اللي كان موجود التشيكي، اكيد انا هكمل المشوار ده، وده ده اللي اتعلمناه، ما فيش حد بيبتدي من الصفر، اكيد انا جاي صحيح على حاجه موجوده، وانا جاي انا جاي على كيان كبير، انا اعي وادرك ما اقول، النادي الاهلي قيمة وقامة لأي حد، بالعكس دي إضافة ليا أنا، يعني أما أرجع أشتغل في النادي الأهلي دي إضافة لبدر رجب، لكن أنا حابب أشكر يعني
اكتر ما بيسعدني طبعا الثقه الكبيره اللي ادهاني مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتننا الكابتن محمود الخطيب. نعم. وفي المقابل كمان بشكر الجماهير اللي بتعلق، يعني اكتر حاجه اسعدتني في الدنيا التعليقات اللي بسمعها، والتعليقات اللي حاطه امل في بدر وفي المجموعه اللي هتشتغل معاه. ان شاء الله نعمل حاجه كبيره للنادي الاهلي يا كابتن اسلام، تليق بيه طبعا، تليق بيه عالميا ومحليا وعلى كل المستويات وكل اللي موجود في مصر ان شاء الله. انا عايز بس اطمنك ان مصر ولاده ومصر تمتلك مواهب كتير جدا نظرا للعمل السكاني الكبير، لكن هي محتاجه ان انت تتعب وتتعب تتعب يعني. نعم. تتعب بجد وتخلص في شغلك، اكيد لو اخلصت اكيد ربنا هيديك، وده اللي اتعلمناه ان نخلص نادينا اللي هو عمل اسم بدر رجب وعمل اسماء كل اللعيبه اللي طلعت واللي موجوده في مصر خير النادي الاهلي على اي حد. حقيقي. مش عشان انا موجود في النادي الاهلي دلوقتي، انا طول عمري بقول كده، لان فعلا حتى انا كبرت في الامارات باسم النادي الاهلي. يعني لما جيت الامارات ما حدش يعرف بدر رجب اللعيب، ما يعرفش بدر رجب المدرب. لكن برضه ليا تجارب هنا الحمد لله، ليا لعيبه في المنتخب حوالي 24 لعيب موجودين، وليا حوالي 18 لعيب في الفريق الاول كان انتقائي وفي مدرسه الكوره في قطاع الناشئين. نعم. الحمد لله الامور هنا وهناك كانت كويسه بالنسبه لي، يعني اتمنى انها تبقى مسيره ناجحه وما بقاش ليا سقطات ان شاء الله، يبقى ليا نجاحات كبيره جدا علشان افيد النادي اللي هو خيره عليا وخيره على الاخرين. التعاون مع كابتن خالد بيبو وكابتن وليد سليمان اعتقد هيكون زي ما حضرتك قلت عائله النادي الاهلي تتمثل في كل الاجيال اللي احنا بنتكلم عنها. اكيد طبعا انت بتشتغل مع نجمين موجودين، مجلس الاداره ما بيختار حد اكيد بيبقى ليه عين ثاقبه ان يجيب حد مثل وقدوه لقطاع الناشئين. كابتن اسلام مش اي حد يشتغل في قطاع الناشئين، مظبوط، لازم تبقى قدوه ومثال كبير جدا للعيبه اللي بتشوفك. اما الناس تشوف الكابتن خالد بيبو وتشوف الكابتن وليد سليمان اكيد هيبقى المنظور مختلف خالص، لانك انت بتتعامل مع نجم نجم قبل وهو لعيب ونجم وهو بيشتغل، واكيد هم اخلصوا وما زالوا هيخلصوا، وعندنا شغل كتير جدا 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 الفتره الجايه هنعمله ان شاء الله يا رب، ربنا يوفقنا ونبقى ان شاء الله زي ما قلت لك احنا هنشتغل برمز عائله النادي الاهلي، وليس بدري هيشتغل لوحده طبعا، ولا كابتن خالد هيشتغل لوحده ولا الكابتن وليد ولا الكابتن احمد، كل الناس دي اكيد هتبقى ايد واحده بحيث ان احنا يبقى قطاع الناشئين ده يرجع زي ما كان وهو دلوقتي في المسار الصحيح. حقيقي. عشان انا راجع، لا اكيد النادي الاهلي ماشي في مسار صحيح. نعم. وبالذات قطاع الناشئين ان هو ده الهدف منه، مش ان انا اجيب يا كابتن اسلام بطوله، الهدف منه ان انا اعمل دخل للنادي الاهلي واعمل لعيبه تلعب في الفريق الاول، بالتالي الميزانيه موجوده للنادي الاهلي. صحيح. ما يبقاش في فاقد كتير في ان انا اشتري لعيبه من بره، ودي دي ده الشغل الشاغل الفتره الجايه ان احنا نعمل لعيبه للفريق الاول ان شاء الله وربنا يوفقنا. دعواتك بس يا كابتن اسلام. اخيرا طبعا كل الدعوات يا كابتن. اخيرا عشان ما اطولش على حضرتك، ايه رايك في هناك بعض الاسماء اللي موجوده في الفريق الاول من قطاع الناشئين؟ اولا ايه رايك في هذا الامر؟ ثانيا ان شاء الله هتكون موجود امتى وتبدا او هتستلم شغلك امتى ان شاء الله؟ انا عقدي ان شاء الله هنا هينتهي الاسبوع اللي جاي، يعني الاسبوع اللي جاي كده ان شاء الله، ممكن على اسبوع 10 ايام ابقى في مصر. سلام ان شاء الله. كتير قوي علشان نبدا الرحله المكوكيه للنادي الاهلي ان شاء الله، ونبقى يعني في تواجد يبقى على ارض الواقع يا رب، تحضير للشغل اللي جاي، تحضير للناس اللي موجوده، المدربين اللي موجودين، الناس اللي شغاله، كله هيشتغل في اطار واحد الا وهو خدمه النادي الاهلي. طبعا. اخيرا رايك بقى في موضوع الفريق الاول، يعني النهارده كان في عدد كبير من الناشئين موجودين في تمرينه الفريق الاول مثلا، يعني سعيد جدا. انا 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 من عشاق الناشئين. يعني حتى انا بدايتي في كره القدم كنت ناشئ وطلعت لعبت اهلي وزمالك. وكانت اول اختبار لينا كلعيبه، بالتالي انا سعيد جدا ان يبقى في من قطاع الناشئين لعيبه تلعب في النادي الاهلي وتمثل النادي الاهلي، وبالطبيعي هتمثل منتخبات مصر، لان النادي الاهلي اكتر 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 نادي في مصر بيمد المنتخبات بلعيبه، وخصوصا اذا كان عندهم المرحله التاسيسيه والتدريبيه كويسه، بالتالي بيفيد المنتخب المصري مش بيفيد النادي الاهلي بس، وده الشغل الشاغل للفتره الجايه ان شاء الله ان احنا نعمل لعيبه تفيد النادي الاهلي وبالتبعيه تفيد المنتخب المصري.
كابتن بدر ألف ألف مبروك، إن شاء الله ننتظر حضرتك ووجودك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وكل التوفيق لكابتن بدر رجب كمديرا فنيا لقطاع الناشئين في النادي الأهلي. شكرا جزيلا يا كابتن بدر على وجودك معانا على الهواء مباشرة. حبيت بس إن أنا أوري حضراتكم إنه هذه هي عائلة النادي الأهلي اللي موجود. جاي كابتن بدر جاي يقول إيه؟ أنا بكمل شغل اللي فات، أنا وجودي مع نجوم كبار زي كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وكابتن وليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين، أعتقد شيء جميل جدا جدا جدا. كل التوفيق لعائلة النادي الأهلي في قطاع الناشئين، كل التوفيق الحقيقة لما هو قادم في النادي الأهلي، للتطوير اللي احنا بنشوفه جرينتا النهاردة وكابتن بدر رجب، وإن شاء الله استكمال الإجراءات عشان يتم الافتتاح فرع التجمع أو مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس يوم 1/6 يوم الخميس 1/6. إجراءات كثيرة جدا جدا ورائعة جدا جدا. كل التوفيق للنادي الأهلي في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأيام السعيدة والجميلة.